صباح الخير من جديد، وصلنا إلى آخر فقراتنا، وفقرتنا اليوم راح تكون الأخيرة، هي مع ميك اب ارتست، مع طبعا الميك اب ارتست نور عريضة. راح نحكي عن الميك اب للأعمار الكبيرة وكبار السن اللي هو فوق 50 سنة، شو الخطوات وشو الأشياء اللي ممكن نتجنبها وشو المشاكل اللي ممكن نوقع أو الأخطاء اللي نوقع فيها من خلال وضع المكياج. صباح الخير نور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، أهلا وسهلا، هلا فيكي. طبعا هلا انا بلشت اني جهزت البشره عشان ضيق الوقت، بلشت جهزت البشره، حطيت شويه اورنج تحت العين عشان نخفي السواد، لانه دائما بيكونوا الكبار عندنا بالعمر عندهم شويه سواد وهالات سوداء تحت العين. استخدمت فونديشن الطبقه تبعيته كثير خفيفه عشان لازم نحن وقت يكون عندنا تجاعيد طبقه الميك اب تكون اخف من الطبقه اللي بنحطها بالعاده للناس العاديين، للناس اللي بيكون اعمارهم اصغر. انت بالضبط. اها تمام. طبعا السؤال اللي بترح نفسه عادة الناس بتقع بأخطاء، إنه بحطوا كونسيلر تحت العين فبدل ما إحنا نخفي التجاعيد بزيد ظهور. هلا هو لازم إحنا نحط كونسيلر تحت العين طبعاً، بس بكمية دايما أقل، يعني حتى الفونديشن بنحطه بكمية أقل. ليش؟ لأنه إحنا عنا السيدة الكبيرة بالعمر هي ما بتكون متعودة إنه تعمل ميك اب يومي، عشان هيك إحنا وقت نعمل لها الميك اب يعني لو حطينا شيء بسيط حتلاقي في فرق ببشرتها. نعم. يعني انا طلعت طريقه الكونسيلر كيف حطيتها غير الطريقه اللي نحن متعودين على انه نحطها بالعاده للبشره العاديه. شو رايك ابراهيم؟ حلو الميك، انت ما بتحب لا على الصغار ولا على الكبار؟ لا ما مش بشكل عام. لا اكيد، يعني يمكن مطلوب احيانا طبعا بالمناسبه، بس باعتدال. باعتدال، ايوه بالضبط. نحن طبعا عم نحكي يعني وقت تكون عندنا سيده بتكون ام عريس او ام عروس، يعني لازم يعني ما بيصير نروح على الحفله بدون ما تكون حاطه ميك اب طبعا، بس بنفس الوقت زي ما حكينا ميك اب بسيط خفيف يبين لها جمالها. بصراحه نور، هو الواحد كل ما كبر بالسن بحس انه البساطه بتعطيه جمال وبتزغرب العمر كمان. طبعا اكيد. هلا مثل ما شايفين انا عم بعمل نص وجه عشان احنا بس نشوف قديش سوينا اختلاف بشيء بسيط. طبعا نقدر نعمل كونتور بسيط برضو اذا عندنا تشب بالوش. يمكن اختلاف الفصول هلا كمان بياثر على البشرة. اكيد طبعا. هلا نحن عندنا بفصل الصيف البشره تعرضت كثير لاشعه الشمس، بل بحاجه تصير لترطيب اكثر. طبعا انا رطبت البشره قبل ما نبلش، وبالشتاء بنعرف بصير جفاف برضه للبشره برضه، يعني هو شرب المي كثير مهم، لانه عندنا بالشتاء ما بنشرب مي زي الصيف. صح. عشان هيك كثير شرب المي مهم لنا بالصيف وبالشتاء. زي ما حكيت انه هو الاشي بيلعب دور للبشره تغيير الفصول وتغيير المناخ، ومناخ الاردن شوي جاف، عشان هيك نحن بنحتاج لترطيب دائم. يعني نحن بالصالون دائما بنعاني من جفاف البشره. نعم. والناس بتفكر انه لا هم بيتجنبوا انهم يرطبوا البشره قبل وضع الميك اب، مع انها هي بتحسن المنظر بشكل عام. اكيد طبعا. طب شو الالوان اللي ممكن انه احنا نستثنيها او نبعد عنها لما بنكبر بالعمر وبكون عندنا مناسبه بدنا نعمل ميك اب؟ هلا نحن الالوان اللي بنقدر نبعد عنها او نستثنيها هي غمض شوي بليز، نحن بنقدر نحط جميع الالوان، بس اللي ممكن انه نستثنيه هو الجلتر. يعني مش حلو انه سيده كبيره العمر وانت حاطتي لها جلتر. ممكن نحط لها اشياء سموكي، بس السموكي طبعا بالوان عديده ممكن انه نحطه نحن على العين. انا هلا رح اعمل لها سموكي بس بطريقه يعني شوي خفيف مش ثقيل، سموكي ثقيل، وبنفس الوقت الالوان الغامقه هي اللي بتخفي لنا التجاعيد اللي فوق العين. نحن دائما بنعرف وقت تكبر بالعمر بصير في ترهل بالجفن الفوقاني. صحيح. السموكي الالوان الغامقه دائما بتحدد، يعني ما بتخلينا نبين التجاعيد اكثر. مش زي الالوان الباقيه الالوان الفاتحه. طبعا هلا بالشتاء كثير بتدرج الالوان الباستيل، يعني بتعطي للشتاء وللخريف لون كثير حلو. هلا انا بفضل للسيده الكبيره بالعمر دائما نروح على الالوان الترابيه، ما نروح كثير على الالوان اللي هي مثلا بينك او الالوان اللي بنحطها للصبايا. نقدر هيك يعني نكسر وندمج الالوان طبعا النود والاشياء مع الالوان اللي بتحبها الست، بس ما بنبعد للالوان اللي كثير فاقعه. بالضبط. والدمج كثير مهم طبعا،
وكل ما كانت ايدنا خفيفه على البراش كل ما نحن بندمج اكثر. يعني بنعطي للدمج حقه اكثر. نور، بنحط رموش لما بنعمل ميك اب لكبار السن؟ طبعا، بس بنختار رموش اللي تكون برضه سمبل، يعني ما تكون الرموش كثير اوفر. لانه زي ما حكينا، يعني هي شو ما حطيتي رح تلاقي بفرق. يعني السيده الكبيره او سيده المنزل اللي بتكون بالبيت دائما ما حتكون متعوده على الميك اب يومي، عرفتي، زي الصبايا. عشان هيك نحن السيده الكبيره، يعني لو اي شيء حطيتي لها اياه حتلاقي في اختلاف ببشرتها. طلعي فوق. طبعا، وبرضه يعني هذا الشيء بيعتمد انه نحن لازم نسالها انه انت ايش لابسه، انت يعني شو الشيء اللي انت حاببتيه، برضه بيلعب دور. يعني في سيدات مثلا لو عملتي لها ميك اب يعني وكانت ثقيله شوي ممكن ما تتقبله. وحتى فتحه العين بتلعب معنا دور، يعني اذا كانت العين مع التقدم بالعمر شوي سكرت او صغرت بنحاول نقدر نسحب العين. طبعا انا تقصدت اني اعمل الميك اب كامل عشان نحن بس نفرجي انه بطبقات بسيطه قدرنا نغير، اذا ملاحظين. نعم. قدرنا نغير طبقه البشرة. احنا بدنا نشكرك وناخذ اللوك الاخير معك نور. يسلم ايديك، يعطيك العافيه. الله يسلمك يا رب. واحنا اصلا كل ما كبرنا بنحلو طبعا، اكيد بدون ميك اب العمر هو مجرد رقم. صحيح. شكرا لك، يسلم ايديك ويعطيك العافيه. بدنا نقول للعارضه كمان اللي معك انه انت كنتي قمر قبل وبعد كمان.